في قصة القردع عبرة يجب أن تعرفها. لا أريد أن أسمع اسم القردع، أنا لا أحب هذا الرجل، لا أحبه. أحسنت يا شيطون، أحسنت يا عزيزي. بهذه الكراهية نحو القردع تكون قد وصلت للعبرة التي كنت أريدها من القصة. يبدو أنك أصبحت رجلا يا شيطون، كبرت أخيرا يا بني. لا يكبر المرء فعلا حتى يتعلم معنى الكراهية. أخيرا أصبح ابني شيطون رجلا. يا ليلى دانا دانا، ليلى دانا دانا دانا، ليلى دانا. نعم يا أبي، لقد تعلمت أخيرا الكراهية، إلا أنني لم أكره القرداع أو اليمنيين فقط، بل كرهتك أنت وأجدادك الأغبياء. كرهتكم لأنكم أغبياء ولا تجيدون فعل النصر. أنا من سينتصر للإمامة وأعيدها. قبل ذلك لابد من كتابة رسالة مهمة.